السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين النفطي مدرب الوداد يقترب من الإقالة بعد فشله يعني في المهمة، يعني مدرب ما مشاتلوش خسر مع الهلال. يعني باش نعطيكم معلومة نقول لكم باللي 50-50، والله ماني معلومة 50-50 ماناش كيما يقول لك متأكدين منها 100%. وين الوداد البيضاوي، يعني وين ما نقولكمش باللي لا التعصيلة راه معاه 100%، ولا ما نجمش تصبروا عليا ونشوفوا وين الوداد البيضاوي، وين يريد إقالة هذا المدرب النفطي، يعني ويلعبها باللي ندوة صحافية بغا يدير مشاكل زعما باش يبان باللي هو بطل قومي. غادي نقول له روحه تخسر من بعد تحصلوا في كيما تحصلوا في ندوة صحافية، تحصلوا هادي كون ربحت وكنت راجل ربح وما ديش ندوة صحافية، كون خسرت ها خسرت خسرت، انت ما عرفتش انت هو النفطي هذا المدرب ما عرفش. بروميير ميتو كان فيدك، دوزيام ميتو وين لونترينير حمدي وين كان ذكي، وين طلع لك لعب لك بدفاع متقدم، لعب لك بخطوط متقاربه بين الدفاع ميليو تيرا والهجوم، كان خطوط خاطر وليت ميتك دابا يبلع عليك بالخط، ولعب لك بالديو تروا يطلع، وانت كانت عندك ديك الخطه تاع الديو تروا بعد ما كان ارتباك في الدفاع وخط وسط الميدان تاع زياسكا كان مرتبك، كانت عندك فرصه باش بصح ما عرفتش. هذه هي وين بوكرا، يعني وين الوداد مسؤولين الوداد وين سقساو، ما نقول لك والله ما نجم نقول لكم الا هضروا مع المناجر تاع بوكرا ولا بوكرا تشاور معاهم، يعني وين عطاوه وقت، يعني وين مازال ما بانتش 100%، هي مازال ما بانتش باش واحد يقول لكم 100% اتصلوا به وكلش. انا عندي معلومات غير فماك، باش نقول لكم راه اقرب هو اللي تدريب الوداد. انا ما نكذبش عليكم، واحد كيما بوكرا، اللي قلاه يتريني هنايا في افريقيا ماشي في البطوله الجزائريه، لا يكذب كيما نقولوا مثال كيما الزمالك، خاطر الزمالك راهم يحوشوا على اونترينير، والزمالك تاصلوا بوكرا عنده اتصالات، بوكرا عنده في تونس وعنده في المغرب الوداد، يعني وين تصلوا يعني تصلوا بالمسؤولين تاع الوداد، يعني هذا خبر مؤكد هما باش بوكرا تصلوا. ونزيد نقول لكم بوكرا اللي قلاه يدرب هنا في لافريك، ويطلع مثال، نجيبوا مثال حنايا كيما زيدان، يعني شكذب كذب لي ريجان تاع ريال مدريد، ومن بعد كذب الراديف، ومن بعد طلع اجوا من اجوا كذب وراه نجح. بوكرا اللي قلو كيما هكا، خاصة اللي قلو هنا، كيما ما نكذبش عليكم، انا واحد نادي كيما الوداد، انا والله لا نفرح كون بوكرا يكذب نادي كيما الوداد، يعني والله لا ما شاء الله، هكا شتينا النادي تاع الوداد، هكا كذب الريال ولا البارسا، تكذب الرجاء ريال بارسا، تكذب واحد نقولوا الاهلي ولا الزمالك ريال بارسا، تكذب النجم الساحلي ولا هذا الترجي كي اسمه الترجي التونسي، يعني ريال بارسا. نهضروا الصح، هنا ما يخلوش يخدم، هنا يشيطوه، لا والله لا تولوا يقايسوا فيه هنا، ما يحشموش نورمال. لا يا وين الوداد يعني اقرب، يعني وين عرضوا عليه كاي امور، والله ماني مشوف على هذيك، انا شوف كيما ما يكونش عندي خبر ليشان، ما نجيبش نقول لكم 100%، نقول لك كاين واحد اللي مارش هكا بيناتهم، بين بوكرا وبين الاداره، بين المسؤولين تاع الوداد، يعني في الخفاء، يعني وين يخدموا في الوداد، هذه هي الاداره يخدموا في الخفاء. وين دخل التونسي المهدي النفطي مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم دائرة الخطر في الفترة الحالية بعد أن بات قريب من مقصلة الإقالة بسبب تواضع نتائج الفريق، آخرها هزيمة أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد مساء أمس الجمعة ضمن منافسة الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دور أبطال إفريقيا. وحسب المعطيات الخاصة وين توصل لها
يعني البعض يعني نقولوا بلي بعض ما نجموش كيفاش نقولوا بلي 100% ما على بالناش كيفاش 100% يعني من مصادر من مسؤول داخل الفريق الاحمر رفض ذكر اسمه فان السعيد النصيري رئيس الوداد الرياضي قرر منح المدرب التونسي فرصه اخيره للتدارك الموقف وتحقيق نتائج ايجابيه في جميع المسابقات والتي يشارك فيها بطل افريقيا. واوضح مصدر نفسه ان رئيس الوداد سيمنح النفطي 3 مباريات قادمه لاستعاده توازن الفريق والتدارك ما فاته بوضع بصمته على الفريق وتحقيق نتائج ايجابيه، وهو الامر الوحيد الذي قد يحول بينه وبين الاقاله في حال نجاح في مهمه، كما انه اي تعثر للمدرب المهدي النفطي سيعجل برحيله عن الفريق. يعني هما كاين راه كاين راني نقول لكم نعاود لكم راه كاين كاين واحد لي مارش بين بوقره بين يعني نقولوا المناجير تاع بوقره والوداد راه كاين واحد كاينين واحد الامور هذيك. حنا انا ماذا بيا بوقره انا يغضب الوداد الراجع ولا واحد كيما الاهلي ولا كيما الزمالك ولا كيما الترجي التونسي ولا الاهلي يعني ولا النجم الساحلي، والله لا مليح حاله يعني يكسب صورته الوداد ولا الرجاء. والله العظيم الى ما والله الى فمك تبغي الضغط، والله لا ضغط ماشي زعاقه يا المديني. والله العظيم تربح ويفيقوا بلي الاخرى كي والو يزعفوا. انا نقول لك ما والله لا والو. وأكدت مصادر ذاتها أن الناصري يفضل إبقاء على النفط إلى غاية يعني يعني وين يريد يعني انتظار قبل يعني ماشي باغي يتسبق الأحداث على خيار الإقالة، غير أن ذلك يظل راهنا بتحقيق نتائج إيجابية، كما أن جماهير الوداد تحمل المدرب التونسي المهدي النفطي مسؤولية الهزيمة أمام شبيبة القبائل في الدور أبطال إفريقيا. وصح صح صح تتفرج تشوف البارتية يعني كي تشوف بارتية تشوف تايا بارتية يعني كيفاش لعبة الوداد دوزيام ميتو لونترينير كي تشوف تايا كيفاش لعبت لونترينير راهو تايا تجي تخدم نتايا باي تخدم نتايا دوزيام ميتو لونترينير انت كيفاق بيك انت حمدي كيفاق دوزيام ميتو ما بدلتش هو خدم لك هو بدل لك اللعب لعب لك طلع عليك الدفاع بعد ما بريمير ميطون شاهدنا كيفاش بريمير ميطون كيفاش خدم لك بريمير ميطون انت ما استغليتش الفرصه وهي ارتباك التشكيله تاع جياسكا بريمير ميطون ما استغليتهاش وكنت مسيطر مسرح دوزيام ميطون تخلك بمستوى مغاير وبخطه مغايره طلع لك لا ديفونس بلع لك عند لاطا عند الميليو تيرا صاب وليت الدور عشي تمولي الرول ولي تحوس على التعادل وجاتك يعني من كره جاك الهدف من كره والغلطه تاع الوداديين يعني اللاعبين تاع الوداديين يعني نقطه الضعف تاعهم هي عدم التمركز وعدم يعني المراقبه في الكرات الثابته ما عندهمش مراقبه جيده شأنها كيفاش كانت البنت كيفاش تمركا وكلش ما كانتش مراقبه هذه هي على هذيك نقولوا بلي اليوم وين يمكن بوقره نشاهدوه مدرب تاع الوداد ان امكن ما كان والو مازال هي 100% ما على باليش هي دايره كيما هكا دارت هضره ما نعرفش ما تنجمش تعرف ما تنجمش تعرف 100% ما كاش لي عنده المعلومه مؤكده المعلومه هذه تصيب عند المناجر تاع بوقره ولا عند الاداره تاع الوداد هذه هي. ايوا ما نعرفش ان شاء الله ما يقولك كل شيء يجي على ربي ما نعرف ما ناش عارفين يا نقارعوا الايام شا غادي تكشف لنا هذه ما كاش لي على بالها.
بلا ما تنساو عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. بلا ما تمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتو.